أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ماذا ورد في قراءة ليلة الجمعة من الآيات بالنسبة لإمام المسجد، وهل يقرأ السجدة وسورة أخرى أو الإنسان والسجدة؟ في صلاة الفجر من يوم الجمعة يستحب أن يقرأ بألف لام ميم السجدة في الأولى، وبهل أتى على الإنسان الركعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فهذا سنة مؤكدة. وإن كان كثير من الأئمة الكسالى الآن فرطوا في هذه السنة. نعم.